وكان مبدأ التراحم أول ضحية خسرها إنسان اليوم وكان مبدأ التراحم أول ضحية خسرها إنسان اليوم وهو يهرول نحو التعبد بأصنام الأنانية والأثرة وتأليه الإنسان وتقديم رغباته الخاصة وشهواته الجسدية وتحرره من ضوابط الدين وقيود الأخلاق الراقية. وأصبحت وفرة المال وقوة الاقتصاد وتجارة السلاح هي المعيار الذي لا معيار غيره في تمييز الخير من الشر والحسن من القبح، بل أصبح هو الحكم الذي لا راد لقضائه في نزاعات عالمنا وصراعاته وحروبه التي إن دقت طبولها لا قدر الله فإنها ستعود بنا وبحضارتنا وربما بين عشية وضحاها إلى ما قبل حضارة القرون الوسطى. السيد الرئيس، الحفل الكريم، إن مبدأ التراحم وأهميته القصوى في استقرار حياة الأفراد والمجتمعات والذي نبحث عنه اليوم كما يبحث الأعمى عن قبعة سوداء في حجرة مظلمة هو من أخص خصائص شخصية صاحب هذه الذكرى العطرة صلوات الله وسلامه عليه. وإن الحديث في هذا الجانب المدهش في شخصيته صلى الله عليه وسلم حديث طويل أفردت لبيانه مؤلفات مستقلة برأسها تنطلق من الخطاب الإلهي الذي سماه الله فيه باسمين من أسمائه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد يقال إن هذه الآية تشير إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين به فقط دون غيرهم، وهو قول قد يكون له وجه من الصواب لولا أن آية أخرى جاءت لتؤكد على أن الغاية العليا من بعثته صلى الله عليه وسلم هي إيصال رحمة الله إلى الخلق أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن الرحمة هي قطب الرحى في رسالته صلى الله عليه وسلم في كل مجالاتها عقيدة وأخلاقا وسلوكا وتشريعا بكل أبعاده الفردية والأسرية والمجتمعية والدولية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في قوله الشريف: إنما أنا رحمة مهداة.